هند، انتي من فترة زينا وزي ناس كتير ناجحين، وفي نفس الوقت سنجل ماذر، وفي نفس الوقت واخدة قرار انك تتحملي مسؤولية بنتك وتشتغلي وتحققي نجاح، وطبعا دي ده وراكي طبعا. طريق علشان توصلي النهاردة مريم انها تقعد جنبك في بروجرام وتقول انا اخترت، كان صعب طبعا. صعب، تربية صعبة على فكرة. اكتر فترة صعبة عديتي بيها كست وكامرأة وكمذيعة مشهورة قبل ما تخشي المجلس؟ بصي، هي كل مراحل الحياة صعبة، انما انت بتواجهي الصعاب ازاي دي اهم حاجة. يعني الدنيا ما هيش سهلة، لو هي كانت سهلة كانت بقت الجنة. الدنيا عامة صعبة، احنا بنواجه التحدي ازاي واحنا بنتحمل المسؤولية ازاي؟ في حد يشيل المسؤولية ويشتكي وطول النهار يشتكي ويبقى متضايق وشايف الدنيا ضلمة، وفي حد تاني اهلا وسهلا انا موجوده اهو، فين التحديات اللي في الحياه؟ بس انا بالنسبه لي كنت كده، هي ده الشخصيه اللي انت عملتيها. انا ساعدت فيها، من كل واحد بشخصيته. انا عرفت ايه النقاط اللي هي تبقى قويه فيها زودتها، زي يعني اختيار مثلا المدرسه لمريومة؟ لا، ليه انا في الاول الماني زي ما زي بنتها. أيوة، يعني انا ما بعرفش الماني. بصي، انا هقول لك في عنصر اساسي من عناصر الـ يعني ان انت تشتغلي انك تطلعي نشأة او جيل جيد، انك تركزي معاه. التربيه محتاجه تركيز. ما ينفعش ابقى انا عندي اطفال وانا بعمل الف حاجه في الحياه، ما ينفعش، لانه هاجي على حساب وقتهم. لما مريم كانت صغيره انا كنت بروح الشغل وارجع من الشغل اقعد جنبها، نروح النادي، نروح التمرين، نذاكر مع بعض، نودي دروس، نرجع من دروس، بقيت انا وهي اصحاب. فبقى في الصراحه حتى بتاخدني معاكي، انت عايشه نفس التجربه، نفس التجربه بتاعه ديدا. واحنا بنقول ديدا للاستاذه فريده. فكره ان انت جوه الاستوديو مذيعه، بره الاستوديو انت ام بتوصل وبتنظف وبتشوف البيت. طبعا صح كده. الحاجه الوحيده اللي ما كنتش بعملها اطبخ، لان ما كنتش شاطره قوي. لا، انتوا عملت الصيغه ان انت ومريم اصحاب، زي ما كانت استاذه فريده عامله الصيغه ان انت وهي اصحاب. ده حقيقي، مظبوط. طيب استاذه فريده، دلوقتي ماسبيرو ناس كتير بتتكلم ان هو مظلوم ولا ظالم، يعني الناس اللي جوه حاسه بمرار والناس اللي بره ممكن يبقى تقييمها مختلف، ان هو يعني مش مظلوم، ان هو انت شايفه ايه؟ انا من وجهه نظري ماسبيرو شاف اتخلق كبير، يعني كان اكبر من حتى ما يبدا في اي مكان. هو كان زي التلفزيون بتاع فرنسا بالظبط، فكل الناس بقى كانت عايزه تخش التلفزيون، فخد عماله مميزه وخد عماله غير مميزه، بقت عبء، فبقت عبء على ماسبيرو.